والآن مشاهدينا إلى جولة مع مراسل الغد من تونس نجلاء بوخريس، ومن القاهرة ينضم إلينا أحمد مصطفى. أحمد، ما هي آخر الاستعدادات للبطولة؟ وهذه هي المرة الخامسة على الأراضي المصرية، فما هي آخر الاستعدادات وخاصة من الناحية الأمنية؟ نعم سيلفيا، نستطيع أن نقول أن الاستعدادات تجري على قدم وساق هنا في محافظة القاهرة وحتى في مختلف المحافظات الأخرى التي ستشهد غدا انطلاق البطولة، بطولة كأس الأمم الإفريقية. هذه النسخة 32 للبطولة التي تستضيفها مصر، ومن المعروف أن هذه البطولة مرت بالعديد من العقبات قبل بدايتها، حتى أعلنت مصر عن رغبتها في استضافة البطولة. خلال الفترة القليلة الماضية وخلال الأشهر القليلة الماضية استطاعت مصر أن تقوم بتأهيل عدد من استاداتها، وتحديدا 6 استادات في 4 محافظات مصرية هي التي ستستضيف هذه البطولة، بينها أو هي القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية، من خلال 6 استادات أهلت لهذا الغرض. من الناحية الأمنية هناك استعداد كبير جدا من قوات الأمن وانتشار مكثف في مختلف المحافظات التي ستشهد إجراء هذه البطولة، وغدا من في تمام الساعة 8 مساء ستنطلق الفعاليات البطولة ب يعني حفل افتتاح لهذه البطولة، بعدها بساعتين تحديدا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ستنطلق البطولة فعليا بمباراة بين منتخبي مصر وزيمبابوي، وسيكون طاقم التحكيم فيها بقيادة حكم كاميروني بعد أن أعلنت اللجنة المنظمة عن ذلك، بعد أن كان من المقرر أن يكون الحكم من غامبيا، لكن نظرا لوفاة والدتي عاد إلى دولتي، ومن المقرر أن يقود هذه المباراة حكم كاميروني. نعم أحمد، ابقى معي من القاهرة، والآن مع نجلاء. نجلاء، ما هي توقعات الشعب التونسي وخاصة بعد استبعاد لاعبين بارزين وعلى رأسهم علي معلول؟ نعم، في البداية بعد الانتصارات التي حققها المنتخب التونسي في المباريات الودية وخاصة أمام وصيف بطل العالم المنتخب الكرواتي، كذلك المنتخب العراقي، اليوم بما نرصده في الشارع الرياضي التونسي هناك تفاؤل ترقب للمباراة التي ستجمع المنتخب التونسي أولى مباراته مع المنتخب الأنغولي يوم الاثنين المقبل. نذكر أن مجموعة تونس تتكون من المنتخب الأنغولي كذلك الموريتاني والمالي. في الحقيقة هناك ترقب، هناك تفاؤل بأن يبذل المنتخب التونسي مجهود كبير للحصول والفوز بهذه الكأس، كأس رابطة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخ المنتخب التونسي، بعد أن كان قد فاز بهذه الكأس في عام 2004 على أراضيه في تونس، حينما كانت تونس قد احتضنت هذه المسابقة القارية الهامة وهذا العرس الكروي. في الحقيقة الشارع الرياضي التونسي سيتابع مختلف المباريات، نعلم جيدا مدى عشق الكرة في العالم العربي، خاصة سيكون هناك متابعة للمنتخب المصري كذلك المنتخب التونسي، سيما وأن هناك إضافة وتميز تحققه النسخة 32 من كأس أمم أفريقيا، وهي مشاركة 26 منتخب بعد أن كان يعني 14 منتخب فقط، مقسم على 24 مقسم على 6 مجموعات سيلفيا. نعم 24 منتخب مقسم على 6 مجموعات. نعم، نجلاء من تونس ومن القاهرة أحمد مصطفى، شكرا جزيلا لكما.